ايش شرحنا لحد الان بالاندكشن موتور تيست قبل اللوكت موتور تيست؟ شو هم الاثنين التيست اللي عملناهم؟ دي سي تيست عشان اقيس الار 1 وايش كمان؟ نو لود تيست. النو لود تيست بحط المحرك بيمشي على سرعته العاديه بدون اي لود وبقيس الفولتج والكرنت. وهدول التو تيست طلعنا منهم اكس 1. خلينا نلخص هون ايش طلعنا منهم. عندي الدي سي ريزيستنس تيست شو طلعنا منه؟ ار 1. وبعدين لما عملنا النو لود النو لود تيست طلعنا منه اكس 1 بلس اكس ام اذا متذكرين. وبعدين طلعنا البي اف بلس دبليو زائد بي كور. هدول الاشياء اللي بتطلع معنا من هذا التيست الثاني. فاحنا صار عندنا هلا ار 1، صار عندي اكس 1 بلس اكس ام. فلو بعدين قدرت اطلع ار 1 بلس ار 2 شو بقدر اطلع؟ اذا مجموع، اذا طلعت بعدين مجموع ار 1 بلس ار 2 ايش بقدر استنتج؟ فرج انا عارف ار 1 وعندي ار 1 بلس ار 2 بقدر استنتج ار 2. واذا كمان بعدين طلعت اكس 1 وانا عندي اكس 1 بلس اكس ام شو بقدر استنتج؟ اكس 2. اذا اكس ام. اذا عندي هلا النوكت روتر تيست هو التيست الثالث. اذا هذا الاول، هذا الثاني، الثالث. باللوكت روتر تيست بعمل لوكينج للروتر، بمنع الروتر يلف. بس هو شغال هو بشغله، بس بشغله على فولتج منخفض. يعني اللي بعمله باجي على المحرك بعمل لوكينج للروتر، بمنع الروتر يلف ميكانيكيا. يعني بحط شيء، بحط بن او هيك يمنع الروتر انه يتحرك، وببدا بحط فولتج منخفض والفولتج بزيده شوي شوي لحد ما يمشي عندي الريتد كرنت في البرايمر او في الـ في الـ في الستيتر. اذا طريقه عمل اللوكت روتر تيست، بمنع المحرك انه يلف ميكانيكيا، بحط بن او شيء بحيث انه يمنع المحرك انه يلف، ببدا بزيد الفولتج هون شوي شوي لحد ما الكرنت اللي ماشي هون يساوي الريتد كرنت. عند اللحظه هاي راح يكون هذا الباث اقل بكثير من هذا الباث. يعني راح يكون هذا مرتفع بالنسبه لهذا الباث، فراح يكون ضايع عندي بس هذا الجزء اللي موجود هون. هذا شو بيمثل؟ بيمثل ار 1 بلس ار 2 وبيمثل اكس 1 بلس اكس 2. ماشي؟ فهذا راح يكون عندي بالحاله هاي، لانه لما يكون لوكت قديش بتكون اس؟ لما الروتر لوكت قديش؟ لا، السرعه قديش؟ صفر. اس قديش؟ واحد. بضلكم انتم تنسوا دائما هون لما باجي بالرسمه هذه من هون تبعت السرعه، السرعه هون زيرو بالار بي ام، والسرعه هون مثلا ان سينكرونس سبيد، بس السليب هون قديش؟ واحد. السليب هون قديش؟ زيرو. اذا لما بعمل لوكت روتر تيست قديش بكون اس؟ واحد. اذا هذا الجزء عندي بيختفي مش موجود، شو ضل عندي؟ ار 2. اذا لما باجي بعمل اللوكت روتر تيست صار هذا الباث هو الباث الرئيسي، هذا مهمل بالنسبة له لأنه هذا أكبر بكثير من الجزء اللي موجود هون. شو بضل عندي إذا؟ R1 بلس R2 زائد J X1 زائد X2. فبقدر أطلع من اللوكت روتر تيست إذا إيش راح يطلع معي؟ راح يطلع معي R1 بلس R2 وراح يطلع معي X1 زائد X2. لكن أنا إذا طلعت R1 بلس R2 وأنا إيش عندي أصلاً من هون؟ R1 شو بطلع معي؟ R2. وإذا أنا عندي هون X1 و X2 أنا عندي X1 بلس XM، لكن راح نشوف راح أقدر أفصل هدول بالتساوي، راح أعتبرهم هم متساويين X1 و X2. فإذا كانوا هدول الاثنين متساويين شو راح أعمل؟ راح يكون X1 هو نص القيمة اللي بتطلع و X2 هو نص القيمة اللي بتطلع، بصير عندي X1. إذا صار عندي X1 إيش بقدر أطلع؟ XM. إذا راح نعمله الآن، إذا بنعمل اللوكت روتر تيست إني أنا بحط هون فولتج خفيف بحيث انه يمشي الريتد كرنت. الفولتج اللي بيطلع لي بيعطيني الريتد كرنت، في عندي انا عارف الباور وعارف زد، مش هيك؟ مش راح احسب الباور وزد. فعندي زد لوكت روتر شو بتساوي؟ زد عادة شو بتساوي؟ ماشي، بس بدلالة الفحص اللي انا عملته، ايش حطيت انا بالفحص؟ ايش حطيت انا هون؟ V و L V و I مش هيك عندي؟ إذا زد لوكت روتر شو بتساوي؟ بتساوي V. طبعا هون أنا بدي الفيز فولتج، الفيز فولتج اللي موجود هون على I الكرنت اللي بيمشي اللي هو I1 بالحالة. إذا هذا بعطيني
هذا معطيني قيمة زد. طب زاوية زد كيف بدي أجيبها؟ كوساين إنفرس إيش؟ عندي زد ال آر في على في على لا في على اي اعطتني القيمة بس أنا بدي الزاوية. لا 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 جذر كوساين الزاوية شو بيساوي؟ لا هدول في رقمين انا بقيس رقم رقم ورقم بس من الرقمين بعطيني زد. لا انا بدي الزاويه. الزاويه شو بتساوي؟ كوساين فاي شو بتساوي للود لاي لود؟ مش احنا قلنا ان الباور شو بتساوي جذر الثلاثه في لاين اي لاين كوساين فاي؟ مزبوط. اذا عندي انا هون هلا بهالحاله هاي كوساين كوساين الفاي يساوي عندي الباور على اس مش هيك؟ باور على اس. باور ايش بتساوي؟ الباور انا قستها واس شو بتساوي عندي بالحاله هاي؟ بتساوي في 5 اي 5 او اي اس. اذا طلع معي هلا هذول القيمتين طلع معي زد كقيمه وطلعت معي زد كزاويه ماشي واضح فاهمين هاي ايش اللي بنعمله هون؟ افرض انا عندي هي زد بعرفش انا ايش زد حطيت هون في ومر عندي اي وعندي هون زد وانا مش عارف قديش قيمه زد حطيت انا جهاز هون بيس الباور هذا هون وات ميتر والوات ميتر كمان بيقيس الفولتج حطيت هون في فقست انا هون الفولتج حطيت هون اي قست الكرنت طلع هون على الدائره هاي انا جبت زد امبيدنس ما بعرف عنها اي شيء لا بعرف قيمتها ولا بعرف زاويتها شو عملت؟ ايش عملت هون بالفيجر بالشكل؟ قست الباور اللي بيروح لزد وايش قست كمان؟ الفولتج والكرنت. طيب كيف هلا ممكن اطلع زد من القيم اللي طلعت معي هذه هون؟ طلع معي ثلاث قيم، ايش هم؟ رح يطلع معي بي، رح يطلع معي في، رح يطلع معي اي، مضبوط؟ زد شو بتساوي؟ في على اي، هذا ايش بعطيني؟ قيمة زد كماجنت، مش هيك؟ طيب زاوية زد شو بتساوي؟ كوساين انفرس ايش؟ في بي بي على في ماشي فاهمين؟ هي اللي عم نعمله هون، هذا اللي عم نعمله هون. مش طلعت هلا معي زد وزاوية، طيب إذا ار هلا شو بيساوي؟ هاي زد هي عبارة عن ار بلس جي أو جي اكس. هاي عبارة عن ار بلس جي اكس، مضبوط؟ إذا زد هاي بتساوي ار بلس جي اكس، مضبوط؟ ايش قيمة ار هلا بدلالة هدول التنين اللي طلعوا؟ في ار او زد بتساوي الان كوساين ثيتا في زد ماجنتيود مش هيك؟ زائد ساين ثيتا في زد ماجنتيود. اذا ار شو بتساوي؟ كوساين ثيتا في ماجنتيود اوف زد واكس شو بتساوي؟ ساين ثيتا في زد ماشي واضح؟